السلام عليكم. اليوم نروحوا الملعب تاع الدويرة باش نعرفوكم على النظام المضاد للزلازل الذي تم توظيفه وإنشاؤه في الملعب، يعني نظام سيستم دو أنتي سيسميك. إذن كما نعلم أن المنطقة تاع الجزائر العاصمة تقع في المنطقة زلزالية من نوع ثاني، يعني زون دو، معناه أنها يعني القابلية للزلازل هي قابلية متوسطة. لكن هذا هو معليش، كل البنايات يعني المنشآت الكبيرة لازم تكون فيها نظام مضاد للزلازل، كما يعني الحال بالنسبة لجامع الجزائر الكبير. إذا هذا هو، نترككم تتعرفوا على هذا النظام الذي تم إنشاؤه بملعب دويرة، نظام مضاد للزلازل، في هذا الفيديو الرائع الذي أترككم تتابعون. والسلام عليكم. تم إنجاز الملعب وفق معايير دولية، معايير فيفا 2011، تكون مطابقة لكل الملاعب الأوروبية. فيما يخص الدعائم الواقية من الزلازل أو فيما يسمى بالأجهزة ممتصة للصدمات التي تقع على مستوى العلوي للملعب والمسؤولة على حمل الهيكل المعدني الحديدي، اللي هو السقف المصنوع بالهيكل المعدني الحديدي، الذي يزن حوالي 6 أطنان وشاشتان عملاقتان، وتزن كل واحدة منهما 3.7 طن، وتكون حركة كل جهاز على نحو أفقي أو فيما يسمى جهاز ناقل الصدمات متعدد الحركات، شوك ترانسميتر ملتي ديريكسيونال. هادو لا كاباسيتي تاعهم 1500 كيلو نيوتن. 30 جوا سي بستة كيما هادو. كما أن الملعب يحتوي على 30 جهاز، منها 27 جهاز يتحرك على نحو 4 اتجاهات، وجهازان يتحركان في اتجاهان، وجهاز واحد يكون في حالة ساكنة، وتبلغ قوة حمل كل منهما حوالي 2200 كيلو نيوتن، وحيث أنها موضوعة على 30 دعامة لزابوي موجودة على مستوى الفواصل المدرجات الملعب. وتعمل هذه الأجهزة على نقل حركة غطاء الهيكل المعدني التي تأتي أساسا من الزلازل إلى الأجهزة المسؤولة عن تثبيت لي فوال لي بوطو المتواجدة على المستوى السفلي للبناية، وهذا لضمان سلامة الأنصار والحضور والمشجعين في حالة كوارث طبيعية. ملعب دويرة مجهز بأنظمة استقرار تجعل الهيكل كتلة واحدة، وهي سي ديزيميتور دو شوك، حنا نقولوا لهم دي شوك ترانسميتر اي دي فوا دو كونترفونتمون. تقوم هذه لي شوك ترانسميتر بنقل قوى الضغط والشد الى الاجهزه المسؤوله عن امتصاص قوى الزلازل. تم صب 72 ألف متر مكعب من الخرسانه المسلحه، ويحتوي هذا الصرح الرياضي على انظمه من اخر التكنولوجيا الموجوده في العالم، التي تقوم باستقرار وتحمي الملعب من الكوارث الطبيعية كالزلازل.